السلام عليكم. اليوم حبينا نعرفكم بالمحطة الجديدة، محطة كيرينا على الخط السكك الحديدية بين ولاية خشلة وأم بواقي. والخط هذا على كل حال سوف يمتد إلى عين مليلة، إلى قسنطينة، هو يعني خط تابع للشبكة الوطنية للسكك الحديدية في الجهة الشرقية. ونقطة لم أفهمها إلى يومنا هذا هو غياب أي خبر، أي صورة، أي لمحطة عين البيضاء اللي هي المحطة النهائية نتاع الخط هذا نتاع ما بين خنشلة وعين البيضاء. في يعني المحطة تاع عين البيضاء لم نسمع لها أثر. إذن لمن عنده صور على محطة عين البيضاء فليفيدنا بها. نترككم إذا في متابعة هذه المحطة الجديدة نتاع فكيرينا اللي تقع يعني ما بين إذا محطة البيضاء ومحطة خنشلة. خليكم تابعوا الفيديو والسلام عليكم.